المنتدى الإعمالي تم تنظيمه البارح ويتواصل اليوم، تم إمضاء 30 مذكرة، مذكرة تفاهم بين الشركات الإفريقية والشركات اليابانية، وذلك بحضور السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس السنغال وكذلك وزير الخارجية الياباني، وشارك في هذا الفوروم عن بعد السيد رئيس الحكومة اليابانية. 30 مذكرة هذوما موجهة خاصة للشركات الإفريقية واليابانية. تمتعت تونس في إطار 30 هذوما تقريبا ب10%، واللي هي ثلاثة مذكرات تفاهم في ميادين هامة، في ميادين يعني تحلية المياه، في ميادين التمويل الذكي خاصة الموجه إلى الشركات الستارت اب، معناها الشركات الناشئة. والنقطة الثالثة هي في مجال التأمين لتحسين مناخ الاستثمار في تونس. كذلك وزير الخارجية أمضى البارح اتفاقيتين هامتين مع زوز بلدان إفريقية وهي غينيا بيساو وكاب فيغ، والاتفاقيتين هي اتفاقية إطار لتفتح الباب لتعاون مثمر مع هذين البلدين. هي مش 10 اتفاقيات، هي تونس عدت 47 مشروع، كان ذلك مشاريع تعاون أو مشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. قدم الجانب التونسي 10 مشاريع للجانب الياباني سيتم التفاوض عليها، وبالتالي نحن نشتغل مع اليابان بطريقة قائمة أساسا على الأولويات. تونس تحدد أولوياتها، الجانب الياباني اتفق مع الجانب الافريقي والجانب الثنائي على اولويات معينه، وبعد نواصل التفاوض ونوصل حل في مساله التمويل.